مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بيكم في بيت للكل. الحقيقه بيت للكل بينور بمشاهديه. في استوديو القاهره بيرافقني في حلقه اليوم زميلي العزيز من الاردن رعد. مساء الخير يا رعد. مساء الخير شافكي، ومساء الخير لكل المشاهدين والمتابعين اكيد اليوم بهذا المساء، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه لطيفه، وان شاء الله تكون حلقه جميله ان شاء الله باذن الله. رعد، انا دايما بحس انه المسرح والشعر والفن والسينما وكل أنواع الفنون بتعمل بتشكل الوجدان. يعني هتلاقينا إحنا كمان كأجيال تشكل وجداننا بأعمال كتيرة قوي فنية، بشعراء، بأفكار. يعني هو ده اللي بيعمل كده للوجدان حالة حلوة. فكل ما كانت الأعمال قوية وكل ما كانت الأعمال مؤثرة بتعيش على مدار سنين وسنين. يعني هي شافكي زي ما حكيتي انه دائما بنحس الاعمال هي مرتبطه بالاحداث اللي بتصير بذلك الوقت. يعني بنشوف بتمشي بهاي الحقبه، يكون في حضاره معينه بصير فيها دراما معينه، احنا اليوم بنشوفها وبنشاهدها وبنستذكر هاي الاحداث. حتى اليوم نحكي بمصر بالسينما، وايضا بالاردن عندنا موجود بعض المسلسلات الموجوده اليوم نستذكرها على مراحل زمنيه كانت وحقب زمنيه كانت. هي ممكن تكون من وحي الخيال، لكن هي وحي الحقيقه بالفعل. يعني بنشوف كثير مشاهد مسلسلات دراما موجوده هي بتمثل الواقع الاردني الموجود عندنا بالاردن تحديدا، بتمثل واقعنا الاردني، وهي مرحله من المراحل احنا مرينا فيها. فهذا شيء صحيح. موجود بكل دور السينما ايضا والمسلسلات. صحيح. علشان كده أنا شخصياً كمان لما بتابع أعمال، على فكرة أنا بحب أعمال أردنية كتير، وكنت بتابع حاجات كتير، ومثلاً فكرة راس غليس. راس غليس يعني فكرة مسلسل كويسة بدوي معروف راس غليس، وأنا طفلة وكنت أتفرج عليها وأهلي كانوا بيتفرجوا عليها، ما كنتش ببقى فاهمة إيه فيشرحوا، بس شوف قد إيه الحاجات بتأثر في الواحد. هي التاريخ زي هيك، يعني مثلاً زي ما تفضلتي راس غليس هو بتحدث عن البداوة الأردنية، عن قصص موجودة كانت صح. موجودة بذلك الوقت، واليوم احنا كمان بنعيش ونستذكرها وبنظل نحافظ عليها. الأهم من ذلك هي الاستمرارية دائما شافكي، كثير مهمة للحضارة السابقة وبتخليك كمان. طب أنا هقول لك حاجة، لما أنت بتتعرف على ثقافات الشعوب من السينما، من الدراما، من الوعي الحلو، من القراءات اللي بتروحها، فلما تيجي تزور الدول دي بتبقى عارف شعبها. يعني أنا ما بروح الأردن لأني عارفة الشعر وعارفة الأدب وعارفة الفن وعارفة هم بيحبوا إيه، فخلاص أنا ببقى بعرف أتعامل مع الشعوب دي. يعني مثلا ما بروح مهرجان جرش في كتير، خلاص أنا بقيت أردنية تماما، يعني عارفة السردية عاملة إزاي وإيه اللي بيحصل. فده الفن هو أقرب سفير إلى الوجدان، يعني هو يوريك كل حاجة بشكل ورسالة سريعة جدا. يعني اليوم شافكي يعني ليالي الحلمية وايضا ارابيسك، يعني هاي الاعمال اليوم حتى اليوم وانا ماشي في شوارع القاهرة بستذكر هاي الاعمال. احنا قديش اليوم مهم احنا نستذكر هاي الايام السابقة باعمال كانت سابقة ومهمة جدا، اليوم توثقت بدراما وسينما. طب ده هيخلينا نسألك بقى السؤال، لما انت تابعت اعمال مصرية، لما بتنزل الشارع المصري حاسس ان الدراما قدرت تنقل لك مين هم المصريين؟ صحيح، هذا شيء يعني أكيد قربتهم ليك؟ أكيد قربتهم. يعني أكيد هلا إحنا نحكي الاختلاط، أنك تيجي على مصر وتشوف المصريين هو جزء لا يتجزأ من موضوع أنه الدراما اليوم ليش تعكس شخصية الشعب المصري. فهذا شيء مهم أنه إحنا اليوم نتحدث عن أنواع الدراما بكل أشكالها، قديش مهمة حتى أنك تتابع هاي الدراما عشان أنت اليوم تشوف ثقافة هذا الشعب، ثقافة هذه الدولة. أيضا شعوب عربية كثيرة لما نتابع إحنا اليوم ثقافة من خلال الدراما أيضا ممكن ننقلها لدول غربية، وهذا شيء يعني جزء منا ومن تراثنا ومن أصالتنا. صحيح. ومن تاريخ البلد اللي احنا موجودين فيها. خد بالك يا رعد، والله احنا في دولنا العربية عندنا من الثقافة والفنون كبيرة جدا، حاجة كنوز الحقيقة.